السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم جميعا على قناتكم قناة فوت كافي ديزاب، قناة كأس العالم وتغطية كأس العالم أولا بأول. مبروك لخاوتنا المغاربة، مبروك ثم مبروك ثم مبروك وألف مبروك على هذا الأداء العالمي، أداء رهيب جدا 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 جدا. وتحية كبيرة جدا للمدرب الركراكي اللي قدم إحدى أفضل المباريات التكتيكية في هذا كأس العالم. راح نشوفوا كيفاش الركراكي سير المباراة وعذب مارتينيز تعذيب كبير، تغييراته كانت من عالم آخر، ويعني وجه بها رسالة إلى معظم مدربي العالم اللي يعني يقدسوا بعض اللاعبين وفي مقدمتهم مارتينيز. اليوم أعزائي المشاهدين راح نعطيكم بالتفصيل ونقول مرة أخرى مبروك لهذا الفوز اللي أفرح كل العرب، أبهج كل العرب، والله تفتخر لما تشوف مستوى مثل هذا وتشوف العالمية في الميدان، تشوف العالمية فوق أرضية الميدان. كأس العالم هو المجد، هو العلا، وهذا الشيء راه يقدم فيه المغرب اليوم، ونرد لها التحيه وما ننساوش المنتخب السعودي. راح نقدم لكم كل شيء عن هذه المباراه، لكن بدايه لا تنسوا الصلاه على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اعزائي المشاهدين، المنتخب المغربي دخل بالتشكيله تاعو اللي كان فيها اعتقد تغيير اضطراري، فبعد اصابه الحارس بونو اصابته بالدوار قبل بدايه المباراه، المدرب يدخل الحارس منير اللي كان يعني نور وضوء ويعني كل شيء للمنتخب المغربي، وانقذ المنتخب المغربي من هجمه خطيره جدا في بدايه المباراه. المنتخب المغربي في الدفاع دخل بالدفاع المعروف نتاعو، حكيمي ومزراوي على الطرفين، سايس واغرود او اغرد عفوا في الدفاع. في الوسط الثلاثي املاح اوناحي وكذلك اللاعب امرابط اليوم اللي عزل وربط دي بروين ربطا، يعني كما نقولوا ما خلاش اصلا يبان حتى انه نسينا باللي دي بروين كان في المباراه. الثلاثي الهجومي النصيري من الجهه هذه، زياش اليوم اللي الهب وامتع وابدع، وفي الجهه الاخرى اللاعب بوفال اللي كان قمه في الروعه، ورغم ذلك المدرب بشجاعته وكذلك تحكمه في المجموعه وانه مدرب يعرف واش يدير خرج اللاعب بوفال. وحنا كلنا استغربنا، لكن المدرب صح كان عارف واش يدير ودخل اللاعب اللي سجل الهدف الثاني. إذن اعزائي المشاهدين، المباراه انطلقت بسيطره للمنتخب البلجيكي، تراجع للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي الشوط الاول لعب في الدفاع، لعب منكمش في الخلف، لدرجه انه الجميع قال واش هذا اللعب يا الركراكي، والجميع حتى في استوديوهات التحليل تاع بي ان سبور العربيه سواء الفرنسيه لاني شفت بن عطيه كذلك تكلم عن هذا الامر وقال انه الركراكي ارجع يعني للخلف كثيرا، لكن الركراكي كان يريد ان يخرج الشوط الاول الى بر الامان ما يسجلوش علينا، وفي الشوط الثاني نهاجموا بلجيكا. وعلاش؟ لانه بلجيكا اكيد كانت حابه تفوز اليوم، لانه مباراتها الاخيره مع المنتخب الكرواتي، وفي اذهان البلجيكيين انه المنتخب الكرواتي هو اللي راح يتنافس معهم على صداره المجموعه، وبالتالي لازم يفوزوا في هذه المباراه حسب البلجيكيين بالطبع. لكن الركراكي كان اذكى من ذلك، والشوط الثاني في هبه هجوميه خانق المنتخب البلجيكي، يعني ما عرفناش باللي هذا منتخب بلجيكي، هل حقا هذا هو المنتخب الذي يحتل المركز الثاني في تصنيف الفيفا؟ اليوم المنتخب المغربي قزم هذا الفريق، قزم هذا المنتخب بفكر تدريبي عالي جدا، التكتيك ثم التكتيك ثم التكتيك. هذا كأس العالم جاء ليثبت للجميع أن المدرب تكتيك، المدرب ليس اسم، مهما قدمت ومهما كانت عندك من الألقاب ومهما كانت عندك من تتويجات، إذا ما كنتش فايض في عقل التكتيك وما قدرتش تساير المباراة تكتيكيا فاقعد في بيتك، ما تدربش خاصة المنتخب، لأنهم راح يجوك لاعبين ماكش راح تتعامل معاهم كل يوم وماكش راح تتعامل معاهم كل شهر، بل تتعامل معاهم من تربص الى تربص. يعني لازم تكون عندك القدره انك يعني تعطي واش في راسك للاعب باش يترجمه لك في الميدان بحكمه بالغه، وهذا اليوم شفناه من الركراكي. واكثر شيء اليوم اعجبني هو قراءه الركراكي للمباراه. تخيلوا يا جماعه انه مدرب يخرج نجم عالمي، اقول نجم عالمي في صوره حكيمي، المدرب البلجيكي لما قام بتغييرين، دخل مارتينيز وكذلك دخل اللاعب اللاعب تيليمانس في الوسط. الان شفنا بانه الجهه اليمنى تاع المنتخب المغربي يعني بقياده حكيمي كان ضايعه، وكانه حكيمي ارهق، لانه حكيمي قدم مباراه ممتازه جدا ضد كرواتيا وبدنيا كان رائع، وحتى انه تعرض لاصابه بدنيه، شفنا انه الارهاق بدا يصيب حكيمي. المدرب الركراكي ما انتظرش حتى حكيمي يقول له غيرني، ما انتظرش حتى البطاريه تاعو تنتهي تماما ويقول له غيرني، لا، لانه مدرب يتبع المباراه ويتماشى مع المدربات، قام باخراجه. شفنا حكيمي انزعج باحترام كبير جدا، الركراكي حتى انه ما واساش اللاعب تاعو، لانه هذا فيه يعني انقاص من قيمه اللاعب اللي راح يدخل، هو عطيه الله، هذا عطيه الله، هو هبه الله في الملعب يا جماعه، هذا قدم مستوى خيالي جدا. انا اليوم نطالب
انه الركراك الجديد يتحلى بالشجاعه. عندك النوصي او عبد المزراوي وعندك حكيمي، يا اخي يا ركراكي لعب واحد فيهم، هذا عطيه الله والله قدم مستوى رهيب جدا وحتى افضل من مزراوي في الظهير الايسر. الان رجع مزراوي على الجهه اليمنى لانه مزراوي كان مازال فريش بدنيا، كان ممتاز جدا، حتى انه نعرفه مزراوي ما يلعبش كثيرا مع البايرن ومازال يعني عنده ديك القوه البدنيه والنضج البدني. لما خرج حكيمي الكثير قال هبل الركراكي، لكن شفنا السيطره وشفنا عوده المنتخب المغربي للسيطره وعاود اغلق المنافذ، لانه بلجيكا خلاص لما دخل لهم مزراوي انتهت الهجمات من الجهه اليمنى وعاد المنتخب البلجيكي للعشوائيه والفوضى. يعني هنا نقول بلي تغيير ممتاز جدا، وحتى الجهه اليسرى تنشطت كثيرا وبدرجه عاليه جدا. التغييرات كذلك اللي دارها المدرب اليوم الركراكي هو اخراجه للاعب بوفال. بوفال شفنا انه انزعج، لكن الان اكيد راه راضي وفرحان، لان المدرب لما يدير تغييرات عن قناعه، المدرب لما ما يخافش من نجوم الفريق وما يخافش وما يقدسش لاعبيه، هذه تكون النتيجه انتصار بكل قوه وبكل اقناع وبكل امتاع. شكون اللي دخل؟ دخل هذا ابو خلال، يعني دخلوا في المباراه الناس قال لك كيفاش ذهب خرج بوفال افضل لاعب في المباراه، اكيد كلكم قلتوها، ما تقوليش ما قلتهاش، قلتها انت وانت وانت كاع قلتوا كيفاش خرج بوفال. لكن المدرب على باله واش راه يدير. ابو خلال هو اللي سجل الهدف الثاني في نهايه المباراه وقبلها اللاعب صابيري اللي هو كان يعني تغيير اللي دخل مع اللاعب عطيه الله، هو اللي سجل الهدف الاول مباشره من مخالفه مباشره. لا كورتوا ولا دفاع المنتخب البلجيكي. انا قلتها في تحليلاتي المره الماضيه، قلت بلجيكا يا جماعه عندهم دفاع مهلهل، دفاع ضعيف جدا وحتى اضعف من دفاع المنتخب المغربي. اليوم المنتخب المغربي كانوا رجال وكانوا اشاوس ويستهلوا هذا الانتصار ويستهلوا هذا الفوز. ما نحكيش على تكتيك، ما نحكيش على ارقام، ما نحكيش على استحواذ، هل استحوذنا ولا هل لدينا الكره؟ الانتصار ثم الانتصار، هدفين مقابل صفر، يعني مباراه تكتيكيه نقول ونعاود من طراز عالي جدا، لازم تدرس في ساعتين، ساعه واحده ما تكفيش، نصف ساعه ما تكفيش، فما بالك بعشر دقائق؟ لا يا اخي، اليوم الركراكي ابدع وامتع، المنتخب المغربي اليوم كانوا حقا اسود، كانوا رجال وقدموا مستوى رفيه، مستوى راقي، يعني رفاهية تكتيكية عالية جدا. هي الركراكي في شهرين تقوم بهذا الشيء، والله يرفع لك القبعة. مدرب لا يعتمد على اسماء لاعبين فقط، نعم المنتخب المغربي عنده لاعبين عالميين، والشيء اللي عجبني الان لازم تعتمد على لاعبيك، اللاعبين هم الصح وتزيد لهم التكتيك يعطيك النتيجة اللي شفناها اليوم. مبروك 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 لكل العرب ولخوتنا المغاربة ولكل سكان المغرب العربي. للاسف كنا حابين تونس وقطر يشرفونا كما شرفتنا السعوديه والمغرب، لكن معليش رانا بمنتخبين، المغرب مازال ما تاهلش، شدوا روحكم مليح، حطوا رجليكم في الارض، مازال مباراه كندا وكندا مش سهله، بحول الله الفوز والتصدر والصداره والذهاب الى ابعد حد ممكن، والسعوديه كذلك شدوا روحكم مع المكسيك باذن الله، نركلوهم سامبريرو ونروحوا نطيروا الى الدور الثاني بمنتخبين عربيين لاول مره في تاريخ كاس العالم، كيف لا وهو منتخب العرب. أحبتي أنتم، شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.